طالع اجيلك اجيلك يا مراد. اتفضل. مبروك الاول. الله يبارك في حضرتك. مبروك على المكسب والاداء. بس يعني واضح ان الخبرات اللي اكتسبتيها في الان سي دبليو اي خلاكي تخشي جوه الفرقه بسرعه. انا مش حاسس ابدا ان ده اول بطوله ليك يا حقيقه. صح؟ اه يعني والله هو الجهاز كله ساعدني في الموضوع ده، كمان اللعيبه عشان عارفاهم من عيننا مع بعض في المنتخب، فده برضو كان مساعدني كتير. يمكن في الاول كان لسه شويه عشان نخش كلنا مع بعض في الأول. نفس السيستم. احنا شفنا الاخر. بس في الاخر لا والله في الاخر فعلا احنا كنا بنلعب مع بعض اكننا يعني اللي هو بنلعب مع بعض بقالنا كتير. و طب قولي لي يا مروان، انت اول مره تلعبي في حضور جماهير زي ما الكابتن قال، ويعني دايما الجمهور الاهلي رحب بيكي جامد على السوشيال ميديا وصفحات الاهلاويه الجميله، ولكن اول مره يبقى في كونتاكت بقى وبداوا ينادوا عليكي وتروحي، الشعور كان عامل ازاي؟ هو انا كنت مبسوطه جدا، بس يعني ما كنتش متوتره في الماتش، دي كانت حاجه غريبه. بس كانوا هما مدينا حافز جامد قوي ان احنا نكسب الماتش. بعد كده بقى ان احنا خلصنا ورحنا نحتفل معاهم، دي كانت حاجه حلوه جدا. فكان يعني كان منظر حلو. بصراحه. طب قولي لي يعني غياب المحترفه، وعايز اخد الراي يعني نجمه كبيره زي ميرال، لانه احنا معانا محترفه او محترف في الملعب فهو حلول هجوميه او كمان دفاعيه في الاثنين، فلما بيغيب اوتوماتيك اللعيبه النجوم اللي في الفرقه بيبقى عليها عبء اكتر. يعني انت ثريا عندك نادين عندك هاله عندك رنين، كل دول نجوم نجوم كبار ولكن بيبقى عليهم عيب اكتر. ما حسيتوش ان انتوا قلقانين وسبورتنج بيلعب بمحترفه وانتوا لا، ولا ده محطكم؟ انا حسيت امبارح انتوا ولا حاجه. لا هو احنا يعني ما كناش قلقانين، كمان كابتن طارق عمل اجتماع الصبح اللي هو لا احنا ان شاء الله هنعوض غيابها، وان هو احنا ان شاء الله هنلعب كويس مع بعض حتى لو هي مش موجوده. احنا كنا حاطين في دماغنا ان احنا ان شاء الله هننزل نكسب ونعوض انها مش موجوده، حتى لو اللي حصل احنا ان شاء الله هننزل نكسب. فاحنا كنا مسستمين نفسنا من اول اليوم ان احنا ان شاء الله هننزل نكسب، حتى لو هي مش تبقى موجوده، هي برده قعدت بره عماله تشجعنا جامد. روحها كانت حلوه جدا. روحها كانت حلوه قوي. فاللي هو لا يعني هي كانت معانا على طول، فلا يعني احنا كنا نازلين اللي هو احنا نلعب جامد وان شاء الله مش هنبين انها مش موجوده. فاحنا نزلنا حاطين. مرال هسالك سؤال، انت في الملعب الروح الديفنس كان كويس عشان الروح كويسه؟ يعني الديفنس امبارح كان جامد قوي. يعني انا اول مره من فترات طويله اشوفكم بتدافعوا كده. بس خلينا اقول، هل الروح اللي جابت الدفاع ولا الدفاع اللي عمل الروح؟ الاثنين. نعمل ميكس كده. اجابه دبلوماسيه مع الشهير طبعا الكبير. طيب يعني انت شايف الاثنين هو يعني تو واي دايركشن، ان انا اروح هو احنا عامه من اول السيزون هو كابتن طارق كان مركز على الديفنس اكتر حاجه اكتر من الاوفنس. فده كان اللي هو احنا كنا عاملين نركز احنا هندافع على سبورتنج ازاي، بنتفرج على فيديو قبل الماتش كنا عارفين احنا المفروض هننزل نعمل ايه. بجانب بقى ان الجمهور كان موجود، فده بقى كان مدينا روح زياده بان احنا ننزل نلعب كويس ندافع كويس نهاجم كويس. كنا مركزين ان هو لا احنا لازم ننزل نكسب عشان نفرحهم. انت عارفه سبورتنج امبارح من كتر الدفاع دفاعكم او دفاع الفرقه بقى مش عارف ايه، خرجوا اعمل ايه؟ خرجوا ايوه صح اعمل ايه؟ لا بدا يعترض على الحكم، بدا هو مش عارف يوصل مربع. بس يعني من التوتر كل ما الوقت بيعدي طول ما انا مش قادر احط البلاي مش قادر اروح، حسيتوا ده في الملعب. والجميل ان انتم من اول دقيقه زي اخر ثانيه. مفيش اختلاف في الاداء. ايوه هو كان كابتن طارق قال لنا اللي هو لا افضلوا العبوا بنفس المستوى لغايه اخر الماتش، حتى لو انتوا كسبانين كتير لا افضلوا العبوا بنفس المستوى عشان نخرج يبقى حتى شكلنا كويس ان احنا لعبنا بنفس المستوى طول الماتش.